طيب أنا كده يعني اتكلمت بسرعة على الأربع أوجه للسيكشوال ايدنتيتي، الهوية الجنسية، اتكلمنا على البيولوجيكال سكس والدرجات الخمسة اللي احنا بنستخدمهم عشان نقدر نعرف الشخص اللي قدامنا ده عنده أي نوع من البيولوجيكال سكس. اتكلمنا على الجندر ايدنتيتي وهي شعور الشخص او انطباع الشخص او الصوره الذهنيه للشخص عن نوعه وجنسه، واتكلمنا على سيكشوال اكسبريشن، ازاي الشخص بيعبر عن نوعه وجنسه بالكلام واللبس والتصرفات والى اخره، واتكلمنا على السيكشوال اورينتيشن وهو الميول، ازاي الانسان او ايه انواع الميول الجنسيه للشخص، سواء ميول مثليه غيريه زوجيه او ما فيش خالص. دول كده الاربع اركان او الاوجه بتوع السكشوال ايدنتيتي. الجزء الثاني بفكر يعني فكرت ان انا احاول بصوره سؤال وجواب نبص على الامور او المفاهيم المغلوطه عن السكشوال ايدنتيتي عموما، سواء الميول سواء الهويه الجندريه سواء الاكسبريشن والى اخره. فهحاول ادي سؤال وجواب على كل نوع او على كل منحى او على كل جانب من جوانب السكشوال ايدنتيتي. هبدا باول حاجه من المفاهيم المغلوطه عن الهويه الجنسيه. جملة، أنا آسف على الكلمة برضو إذا كانت هي هتبقى أوفنسيف لحد، بس هي من الكلام اللي احنا بنستعمله بينا وبين بعض. دايما بنتهم حد من الولاد ان هو آسف، يعني ان هو كده، او ان البنت دي يقول عليها انها مثلا مسترجلة او ايا كان. انا آسف ان كان اللفظ هيبقى أوفنسيف يعني، بس هي دي الألفاظ الدارجة العامية اللي احنا بنستعملها في المجتمع بتاعنا. دي من المشاكل او دي من الستيريوتايبنج اللي احنا بنستعمله في الجندر اكسبريشن. زي ما اتفقنا ان طريقة التعبير او ازاي الانسان بيعبر عن هويته او عن انطباعه عن نفسه سواء بطريقة انثوية او بطريقة ذكورية، الميسكونسبشن اللي عندنا هو ان بالضرورة لو ده ولد وبيعبر عن نفسه بأي وسيلة ممكن تقرب بس من السلوك الأنثوي يبقى ده بالضرورة ميوله مثلية. الانطباع ده دايما عندنا كده، وللأسف الأفلام العربي بتاعتنا الحمد لله يعني بوظت الموضوع ده خالص، اللي هو أول ما راجل مثلا يتكلم بصوت ناعم شوية أو يعمل حركات بإيده ولا مش عارف يلبس بطريقة على طول نترجم إن ده أكيد ميوله مثلية. لا، مش شرط. ممكن جدا يكون راجل البيولوجيكال سكس بتاعه راجل ويكون ميوله غيرية، يعني بيميل للستات، ولكن طريقة الإكسبريشن بتاعته ممكن تندرج تحت كلمة الأندروجينس، إن هو بيرتاح أكتر، هو طريقته في التعبير عن جنسه بهذه الطريقة، إنه ممكن يكون عنده بعض الصفات أو بعض السلوكيات اللي بتميل إلى الجانب الأنثوي. هحاول أعمل بس هايبر لينك لأني أعتقد إن إحنا في السينما المصرية طبعا عندنا نماذج كتيرة جدا، بس في نموذج قديم شوية من الأبيض وأسود، أعتقد ده ستيريوتايب للولاد اللي إحنا دايما بنتريق عليهم وبنغلس عليهم وبنتهمهم وإلى آخره. حاول بس أشغل بتاع، يا رب يشتغل. مين دي يا سميحة؟ واحدة صاحبتك دي؟ إيه ده يا بابا، مش عارفة لوسي مين دي يا بنتي؟ أنا ما شفتهاش قبل كده. ترى لك إيه يا بابا؟ ده ولد. ده ولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا بنتي قولي كلام غير. سلمة عينيك يا بابا، ده لوسي ابن طنط فاكيها. سبحان الله، كده كده. أهلا يا ناس، يتحاسب علينا راجل. أنت مش قلتي إنك جاية في القطر؟ أصل لوسي هو اللي حاكم رأيه إني أجي معاه في العربية. وصح إنك تيجي مع راجل غريب؟ ده مش راجل يا بابا. ما أنا كنت بقول كده من الأول. لوسي ابن طنط في اعتقادي ان لوسي بيمثل اللي انا بحاول اوصل له ده، ان في رجاله يعني انت لو تفتكر لوسي من الفيلم، هو اولا راجل واضح جدا من السكشوال يعني اسف من السكشوال بيولوجيكال سكس بتاعه، واضح ان هو راجل عنده كل مظاهر الرجوله. البنات لو تلاحظ بعد المشهد ده على طول البنات كلها واقع عليه، وهو نفسه كان بيحرجم على البنات، يعني هو واضح انه ميوله غيريه. لكن كل المشكله اللي فيه ان هو
حنين شويه، صوته رقيق شويه، بيحب الغنى، بيحب يلبس ملون، مش عارف ايه، ما عندوش شنب. فبالتالي السكشوال اكسبريشن بتاعه ممكن يكون في مرحله الاندرو، هي في السبيكتروم بتاع الاندروجينس، هو ما من هو عن هو راجل ولكنه بيكسبرس هيمسيلف از ا وومن في بعض، او مش عايز اقول از ا وومن بس في بعض الفيمينين كاركترز او الفيمينين بيهافير هو ممكن يكون بيعمله. فبالتالي على طول يوسف وهبي اعتبر ان هو مش راجل، يعني البيولوجيكال سكس او الجندر ايدنتيتي بتاعته انها مشكوك فيها، واكيد طبعا بما ان هو بيعتبره مش راجل فبالتالي اكيد ميوله هتبقى للرجاله، يبقى هو اكيد مثلي. للاسف ده ستيريوتايب الافلام اعتقد انها ساهمت فيه كتير. يعني انا مش عارف انا عرفت ارجع للسلايد شو تاني ولا انا بايظ كده خالص ولا ايه؟ ايوه لا تمام السلايد شو تمام. فده اول حاجه من المفاهيم المغلوطه، ان مش اي طرف الاكسبريشن بتاعه ممكن يكون مختلف شويه عن البيولوجيكال سكس بالضروره هيكون الجندر ايدنتيتي بتاعته مختلفه، او حتى الاورينتيشن بتاعه غير الميول الغيريه. حاجة تانية من المفاهيم المغلوطة برضو، أو سؤال تاني، أو يعني فكرة تانية بحسها منتشرة عندنا، اللي هو فكرة إيه، إن لا ده هو النهاردة كده قرر إن هو الواد ده ابني صح من النوم قرر النهاردة إنه يبقى بنت، اللي هي برضو فكرة سهولة اللي انت طرحتها فادي، وإحنا بنتكلم على الجندر ايدنتيتي، فكرة يعني إن تغيير الجندر ايدنتيتي دي عاملة زي تغيير الشرابات يعني. لا الموضوع أبعد ما يكون عن الصحة يعني. لكن علشان برضو أكون يعني نراجع تاني مع بعض، احنا اتفقنا إن الهوية الجندرية بتتكون غالبيتها عند سن أو يعني بالديفلوب لحد سن 4 سنين، والغالبية الكاسحة من البشر هتكمل بالجندر ايدنتيتي طول حياتها. لكن اتفقنا عشان خاطر المتغيرات البيولوجية، سواء من تأثير هرمونات الأم على الجنين أو تأثير الهرمونات الشخصية على مخ البني آدم، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، آسف العوامل الاجتماعية والبيئية، ده بيأثر أو ممكن في بعض الأحيان يغير أو يطور في الجندر ايدنتيتي بتاعت الشخص، لكن الغالبية العامة بتكمل زي ما هي. وعايز أفرق يعني بشكل كبير بين ولد، هندي مثال لولدين، ولد عنده مشاكل اجتماعية مع أهله في البيت، أو عنده خلاف دائم مع حد من أبوه أمه، بلس إن هو ممكن يكون عنده some sort of autistic spectrum أو حاجة، فهو مش قادر أو أهله مش متفاهمين الموقف معاه، وهو مضغوط جدا في البيت، وفي نفس الوقت عايز يعبر بنوع من عايز أقول التمرد أو الغضب ضد أهله، فبالتالي بيدور على أي حاجة تضايقهم، أو بيدور على أي حاجة ممكن أنها تثير غضاضة الأب مثلا أو الأم، فبالتالي يحاول يدور على وسيلة أنه هو يغير الجندر بتاعه. وللأسف الشديد في بعض البلاد وخاصة أمريكا وفي بعض الولايات الموضوع طبيعي زي أي حاجة جديدة وزي أي حاجة بتجيب فلوس، بدأ ياخد منحة مالي، لأن بكل بساطة الجندر أو الجندر للأسف الإنجليش باظ من السويد الله يسامحك بالضبط، جندر ترانسفورميشن دي عملية مكلفة، فيها هرمونال ثيرابي، فيها سيرجيكال ثيرابيز، وبالتالي فيها دكاتره بتشتغل، فيها مستشفيات بتشتغل، فيها ادويه بتتعطى. فما نقدرش ننكر طبعا ان في اماكن بتحاول انها بروموت للموضوع ده علشان خاطر الجانب الاقتصادي، ما انكرناش. وفي بكل امانه في بعض الولايات في امريكا بتختصر الانفستيجيشنز اللي المفروض تتعمل، وبتختصر سايكولوجيكال اسسمنتس المفروض انها تتعمل في سبيل ان العجله تدور. ما اقدرش انكر ده، وفي وده موجود دوكيومنتد، لكن مش هو ده الوضع، او مش هو ده الستاندرد. الستاندرد اللي انا كنت عايز اوصله ان او حوريكم بس المنظر في امريكا عامل ازاي، دي خريطه بتبين الولايات على حسب مدى نقدر نقول سهوله وصعوبه الجندر ترانسفورميشن بروسيس. الثلاث ولايات اللي هم بالاحمر دول، اللي هم مونتانا وتينيسي واوكلاهوما، دول اللي هم بالاحمر دول ما فيش اصلا امكانيه انك تغير اسمك في البطاقه او جنسك او اي يعني قصدي في الاي دي بتاعك، مستحيل انك تغير اسمك، مستحيل انك تغير هويتك في الاوفيشال بيبرز، دول مستحيل.
الولايات اللي هي بالبينك شويه او الفايلت الفاتح دي الولايات اللي هي بتحتاج قبل ما تعمل او قبل ما تغير لك الايدنتيتي بتاعتك محتاج تعمل اسسمنت مظبوط، ولازم تكون اتميت كمان السيرجيكال ترانسفورميشن، مش جاست الهرمونال، لازم كمان السيرجيكال ترانسفورميشن. الولايات بقى اللي هي بالبنفسجي الغامق دي الولايات اللي هي ما بتشترطش ان انت تكون عملت السيرجيكال ترانسفورميشن، وفي بعض الاحيان يعني بتكويك البروسيس بتاعت الاسسمنت وتقدر تغير لك على طول الايدنتيتي بتاعتك في البطاقه او في الاي دي كارد لو انت قلت او انت يعني اكسبرست ان انت مش مرتاح مع الجند او الاسايند سكس اللي انت اتعين لك من وانت طفل ومحتاج ان انت تغير. انا بالنسبه لي المفارقه العجيبه في الخريطه دي لو احنا بصينا على الخريطه بقى الاخرى الامريكا على حسب الولايات الجمهوريه والديمقراطيه، غصبا عننا دلوقتي مضطرين برضو نقول ان الغالب مش ما اقدرش اعمم بس غالبيه الجمهوريين او غالبيه الولايات الجمهوريه بيغلب عليها الطابع اليميني، بيغلب عليها الطابع اليميني المحافظ. يعني مثلا لو بصينا لتكساس، تكساس من اشهر ولايات الجمهوريه ومشهور عن تكساس عموما الاتجاه المحافظ، الاتجاه الديني جدا، التمسك بالقيم الاسريه التقليديه والى اخره، لكن حتى الواحد يفاجئ انها من الولايات اللي لا تشترط عليك انك تكون عملت السيرجيكال ترانسفورميشن ولا تشترط الفول ثورو اسسمنت قبل ما تغير الجندر بتاعك في الايدنتيفيكيشن بيبرز بتاعتك. يعني انا بحسها مفارقه ان انت ولايه محافظه جدا ويعني بتنادي بالقيم التقليديه والاسريه والدينيه والى اخره، ومع ذلك انت من اكثر الولايات المتساهله تماما في موضوع الجندر ترانسفورميشن، او قصدي في ان انت تغير الايدنتيتي بتاعتك بدون ما تكون عملت البروسيس كامل. الاوفيشال بيبرز يعني الاوفيشال بيبرز بالظبط القرارات الرسميه بس، انما انما ما اعرفش هل بيعملوا العمليه بسهوله برضو ولا لا. بص يا فادي مش مهم، بس هي الفكره بتاعت الاهل يقول لك اصل انا خاف ابني يطلع يصحى الصبح يروح مش عارف الاسم يقول لهم انا بقيت بنت. انا اللي اقصده اي نعم دي فيها مبالغه شويه، بس هي اسهل العمليه دي اسهل انك تغير بس الايدنتيفيكيشن بيبرز بتاعتك في الولايات دي اللي منها ولايات يمنيه محافظه. يعني انا عايز بس اقول ماني توكس في النقط دي، ماني توكس، لان بكل بساطه انت في امريكا في عقر الراسماليه طبيعي جدا ان اي حاجه بتدور عجله راس المال هنسهلها. في ولايات متطابق الايديولوجي بتاعتها مع البروسيديرز، يعني مثلا لو بصينا على مثلا نقول ولايه زي اريزونا مثلا، ولايه اريزونا هي من الولايات الديمقراطيه، من الولايات اللي هي ليبراليه اكثر، يعني عايز اقول اقل تحفظا من الولايات اليمينيه، ولكنها بتتطلب من الشخص اللي عايز يغير الايدنتيتي بيبرز بتاعته ان هو يكون يعني هي جون ثرو ذا هول بروسيس ويكون كمان خلص السيرجيكال ترانسفورميشن عشان خاطر اغير لك البيبرز بتاعتك. فبالتالي هم يعني انا شايفهم دول متوافقين شويه مع الايديولوجيه بتاعتهم. يعني برضه انا عارف ان المثال ده ممكن يكون يعني مش كل الناس هتفهم اللي انا حاطه، بس هوريكم الارقام بما ان انا عايش في السويد وان انا بشتغل مع المنظومه الصحيه السويديه وبشوف الحالات دي كتير جدا في شغلي، فحابب بس اوريكم شويه نماذج من الاحصائيات اللي عندنا بخصوص الجندر ترانسفورميشن. هفتح بس الهايبر لينك. لماذا انت لا تفتح؟ اجين لو هتفتح الهايبر لينك في ويندو تانية محتاج تقفل وتشير الويندو التانية. لو هيفتح باوربوينت يبقى خلاص مش محتاج تقفل. لا اوكي، لا يبقى هضطر افتحهم اعمل بريزنت تاني شيل دي. والله يا فادي يعني الواحد استفاد من اللقاءات بتاعتنا ان الواحد بدا يبقى مور اورينتد في الاونلاين برزنتيشنز. صدقني طب كويس يعني انت لك الفضل يا فادي. لا يا عم ده انا معجب جدا بالكلام اللي احنا بنقوله ده، لانه اتمنى ان الناس المعترضه دائما تحاول تفهمه علشان
الاعتراض عن جهل بيبقى شكله يعني ساذج الحقيقة. مظبوط. اتعلم الاول، اعرف الاول التفاصيل، وبعد كده لو انت معترض اعترض، بس ساعتها هيبقى عندك على الاقل ارجمنت نقدر نتكلم فيها. انما لو معترض لمجرد الاعتراض ان دي حاجه غريبه علينا وجديده علينا والغرب بينهار والحضاره البشريه هتكولابس والكلام الغريب ده، انا كواحد سمعت الكلام ده منك وعرفت ان ده طبيعيا موجود هضحك عليك. فانت لازم تعرف، لازم تبقى عندك المعلومه الاول، وبعد كده عايز تعترض اعترض، بس ساعتها هنبقى بنتكلم على معلومات احنا عندنا، احنا الاثنين عندنا. سوري لقطع يعني. لا لا تمام، كمل. تمام. انا هنا السايت ده اسمه انترنت ميديسين، ده عباره عن السايت اللي بيخدم على الهيلث كير وركرز في السويد، متقسم طبعا على حسب او على حسب المواضيع الطبيه اللي احنا بندور عليها، وكل المواضيع بتاعته بيزد على الريسنت ريسيرش وكل الترايلز اللي معموله، الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت في العالم كله، وفي نفس الوقت كلها مبنيه على الايفيدنس، حاجه اسمها مسميها الايفيدنس بيزد ميديسن، يعني كل الاراء او الاطروحات الطبيه اللي مبنيه على اسس علميه. فالجزء اللي بيتكلم على العمليات الترانسفورميشن هنا دي بيتكلم على المناحي القانونيه، الارقام بقى والاحصائيات. فمن ضمن النقطه اللي بيقولها ان بيقول لك ما بين 1960 و2014، يعني بنتكلم في 54 سنه، اتقدم 1239 فرد بطلبات لتحويل الجنس بتاعهم، الجنس البيولوجي. لكن تتخيل طبعا احنا بنتكلم على دوله فيها 10 مليون بني ادم. الدولة دي في خلال حوالي 54 سنة، داخلين في 60 سنة، اتقدم 1000 فقط علشان خاطر يغيروا الجنس البيولوجي بتاعهم. الفكرة كلها ان الطلب نفسه ما بيتقدمش يعني انت بتروحش المستشفى تقول لهم جماعة انا بنت بس انا حاسة ان انا ولد، فبالتالي انا عايز اغير دلوقتي وعايز اعمل كل حاجة، فقالوا لها يلا بينا. لا، الطلب بيتقدم لحاجة اسمها سوشيال ستيرلسن. السوشيال ستيرلسن دي زي، نقدر نقول كده زي وزارة الصحة يعني، بس هي المفهوم عندنا عام شوية، هي زي وزارة الاجتماعيات لو عايزين نقول يعني، اللي بيندرج تحتيها الرعاية الصحية. وبعد ما بيجي لهم الطلب بيبتدوا يعينوا فريق علشان خاطر يبتدي يفحص الحالة. الحالة دي بتتفحص الأول على المستوى الطبي، يعني لازم الأول نستثني إن في مرض تاني او مشكله تانيه عضويه ممكن تكون هي سبب اللخبطه، زي الحالات اللي احنا شرحناها بتاعه مشاكل الغده الكظريه والى اخره، لان دي بكل بساطه اي نعم الشخص بيبقى هويته متلخبطه، بس لو عدلنا المشكله العضويه اللي موجوده ممكن الدنيا كلها تتعدل. فبالتالي بيعتبر ان احنا صلحنا له الجندر ايدنتيتي بتاعته، بس من غير ترانسفورميشن، بس صلحنا المشكله. بعد كده مرورا، ودي بقى في اعتقادي النقطه المهمه جدا، السايكولوجيكال او السايكايتريست اسسمنت، لان في من الداتا اللي عندنا في السويد ان في جزء من الاشخاص اللي بيطالبوا بالعمليات الترانسفورميشن خصوصا اللي هم التين ايجرز الصغيرين بيكون عندهم انذر اندرلاينج بروبلم سايكايتريك. يعني كمثال الأطفال أو الشباب اللي بيكونوا بيعانوا مع الأوتيزم بتاعهم أو الـ ADHD أو كده، أنا بكلم على الأطفال اللي بيعانوا، مش الأطفال اللي عندهم أو الشباب اللي عندهم، الشباب اللي بيعانوا منها، اللي هو الشاب الأوتيستيك اللي مش قادر يندمج مع الأسرة بتاعته، أو مش قادر يندمج مع المجتمع الصغير بتاعه، أو واجه صعوبات كتيرة جدا في التأقلم مع المدرسة. في بعض الأحيان بيتخيل إن الحل ممكن يكون إن أنا أغير النوع، أنا مش مرتاح إن أنا ولد، أنا يمكن لو بقيت بنت أبقى كويس. ففي الحالات اللي زي دي لما بيتعمل الفحوصات والأسسمنت بيتعمل والطبيب بيقول لا، هو الـ 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 الشخص ده مش بيعاني من اضطراب في الهويه او ان هو مش متوافق مع البيولوجيكال سكس، الشخص ده احنا مش عارفين نوصل لابروتش كويس مع مثلا الاوتيزم بتاعه، فبالتالي الطلب بيترفض من الـ من الـ من الـ هي الـ زي وزاره الصحه دي بترفض الطلب ان هو في مشكله تانية هي اللي سببت الازمه دي.
فالموضوع تاني حاجة أقول مش مجرد أنت عايز تقول إن هو الموضوع مش سلاح مداح مش خالص الموضوع بس. عايز أقول وأغلب الأغلب المعلومات اللي بتتداول بين الشرق أوسطيين هي معلومات مغلوطة هدفها إثارة المشاعر ضد المواضيع دي بدون أي معلومات صحيحة. يعني بيبقى زي مثلا ما اتعامل مع إيمان خليفة بتقال عليها انها متحوله جنسيه وهي ولا متحوله ولا حاجه. وبعد اول حاجه طلعت دي اول حاجه طلعت اشاعه واغلب الناس صدقتها وقال لك ما شكلها راجل يا عم دي ترامب شكلها انا وهو ده اللي وانا في رايي ان ده بيستخدمه اليمين لاثاره مشاعر عموم الناس اليمين السياسي علشان انا في رايي ان هو ما عندوش حلول حقيقيه لمشاكل حقيقيه بتواجهها المجتمعات فبيحاول يشد الناس ناحيته سياسيا من خلال اثاره المواضيع دي من خلال معلومات مغلوطه. والمعلومات المغلوطه ما اسهل انها يتم تداولها بين البشر لان اي حاجه فيها اكزاجيريشن بتخوف الناس فطبيعي كل واحد يكلم غيره ويقول له ده شفت حصل ما اعرفش ايه ده عمله ما اعرفش ايه. والحقيقه ان الكلام ده مش بيحصل مفيش ما حصلش ولو حصل بتبقى حاجه استثنائيه مستحيل ان احنا نعممها ما ينفعش نعممها. يعني احنا مثلا يعني انا لو قلت لك مثلا ان في دكتور كان رايح يعمل بتر لرجل اليمنى بتاعت واحد رجله اليمين وبعدين دخل القط العمليات بسبب الاسباب قطع الرجل الغلط هل نقدر نقول ان انا خلاص امنع بقى ان احنا نعمل عمليات بتر وان العمليات دي ما تتعملش ابقى غلطان لان صح. الاخطاء وارده وانا بتكلم على حادثه حقيقيه في واحد كان راح المفروض ان هو يتعمل له قطع بتر لرجل معينه واحده من الاثنين اتحط بوضع مختلف فالدكتور دخل شال الرجل الغلط الرجل المفروض السليمه يعني السليمه فهل ده معناه ان علشان غلطه حصلت او خطا حصل ان احنا نلغي المواضيع كلها؟ لا الطبيعي ان احنا نشوف الغلطه فين ونعمل كل البروسيجرز عشان نتجنبها وما تحصلش وبالتالي المشكله مش في البروسيجر المشكله في الخطا اللي حصل. ممكن وارد جدا لان احنا في الاخر بني ادمين والبني ادمين ممكن في مره من المرات او في اي وقت من الاوقات يحصل خطا بس ده مش معناه ان هو ده العام مش هو ده مش معناه ان هي دي الحاله العامه ومش معناه ان والغلطه كويس ان احنا نكتشفها ونقول عليها علشان نصلحها ونعالجها ونتجنبها قصدي يعني ما تحصلش تاني. بالظبط بالظبط يا فادي بالظبط انت لخصت الموضوع. مفيش حاجه في الطب عموما وفي السوسيولوجي وفي السايكولوجي مفيش ابيض واسود. كل التدخلات الطبيه اللي احنا بنعملها واي تدخل حتى اجتماعي او 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 نفسي او كده اكيد في استغلال واكيد في ناس مش شطار في المجال بتاعهم في ناس استغلاليين في ناس ماديين اكيد في غلطات بتحصل. لكن زي ما انت بتقول هل لو كل واحد دخل عمل عمليه زايده والجراح خرم القولون بتاعه يبقى نلغي عمليات الزايده؟ لا زي ما انت بتقول مثلا عمليات البتر او فبالتالي الاخطاء او الاستغلال الموجود او المبالغات اللي موجوده في بعض الحالات ما ينفعش ان احنا ناخدها يعني عايز اقول الحجه ان احنا نمنع الموضوع كله او ان احنا نقلب الترابيزه على الموضوع كله. تمام. ارجع تاني للبرزنتيشن. كده اتكلمنا على موضوع سرعه او يعني ان الموضوع ما هوش سهلله في موضوع تغيير البيولوجيكال سكس. الموضوع بيمر بمراحل كبيره جدا وكتيره جدا. اللي برضو السايت اللي انا كنت فاتحه كان بيقول ان المتوسط عمليه الفحوصات بس الفحوصات من 4 ل 18 شهر يعني الرينج سنه بس الفحوصات اللي هي يعني المعمليه والتقييمات النفسيه على الاقل سنه لحد ما الجهه المعنيه تاخد القرار انه لا هنغير او لا هنوقف. حاجه تانية برضو من وانا بس عايز اوضح الفرق بين السويد وامريكا في المنظومه الصحيه وصلح لي لو انا غلطان. لان كندا والسويد او الدول الاسكندنافيه او الدول الاوروبيه مختلفه عن امريكا في حاجه مهمه جدا وهو
ان امريكا الطب فيها طب بيزنس، اتس بيزنس. الطب في كندا مثلا حكومي 100%. I think it's the same thing in السويد، نفس الكلام. فالموضوع برضو داخل فيه الجزء الاقتصادي اللي هو انا دي من موازنة الدولة، فانا مش هصرفها سبهللة، ولكن انا اعملها للضرورة القصوى لما اكتشف ان دي حاجة فعلا مؤثرة على الانسان ومؤثرة على نفسيته او مؤثرة عليه بشكل سلبي. فده فرق كبير بين كندا، يعني الدول اللي الطب فيها طب، انا بتكلم على كندا 100% منها حكومي، مش تأمين صحي حكومي. مش مثلا 50-50 مثلا، لا. انما امريكا 100% تقريبا بيزنس او برايفت، وده بيفرق. يعني زي ما انت بتقول كده، السويد عامله بروسس كبيره علشان تضمن انها لما تعمل الموضوع ده يبقى فعلا جاستيفايد 100%، لان في الاخر دي مش الشخص اللي بيعمل الكلام ده غالبا بيعملها ببلاش، يعني مش بيدفع طبعا ما بتكلفش حاجه. بس في امريكا انت ممكن فعلا تروح تدفع فلوس وتعملها، وده فرق كبير، لان في امريكا انت هتدفع فلوس نعملها لك. باشا مفيش مشكله، اتفضل باشا. انما في السويد وكندا انت عايز تعمل عمليه لازم تتاكد ان انت عندك فعلا اسباب حقيقيه لعمل الموضوع ده، فيتعمل كشوفات وتحاليل وانفستيجيشن كبيره، لان احنا هندفع من فلوس الناس، ما هو الفلوس بتاعه الحكومه دي جايه من فلوس الضرائب بتاعه الناس. وده فرق كبير بين بلاد النظام الصحي فيها برايفت، لان في مصر كده برضه، في مصر عندهم اغلب المستشفيات برايفت، فانت ممكن مثلا تعمل حاجات في رايي العالم الغربي شايفها غير اخلاقيه، زي مثلا تحديد نوع الجنين مثلا. تحديد نوع الجنين ان انت تعمل عمليه اسمها ايه، تخصيب اطفال انابيب، وتقول انا عايز اجيب ولد بيعملوا فرز الحالات المنويه. ده بيتعمل في مصر لانه برايفت، وما فيش الجانب الاخلاقي في الموضوع. انما انا على ما على 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 حد علمي الكلام ده مش موجود في الدول الغربيه زي كندا مثلا، ما تقدرش. مظبوط. اديك مثال يا فادي، مثلا انا يعني بغض النظر حقيقي ولا لا، يعني عشان ما نخبطش في الحلقه، بس في واحده كانت بتشتكي لي من السويد ان هي وهي حامل ما بيعملولهاش سونار كل اسبوع. فانا بقول لها عايزه سونار كل اسبوع ليه يعني؟ قالت لي ايوه انا اختي في مصر كل اسبوع بتروح عند الدكتوره وتعمل سونار. قلت لها ايوه هي بتروح للدكتوره بتدفع فلوس، وتدفع معرفش 1000 جنيه في البتاع عشان تاخد لها صوره في كل اسبوع، يعني دي حاجه هي واحده معاها فلوس وعايزه تعمل بيها سونار لمده 40 مره، انا يعني حره. لكن في السويد انت بتدفعيش ولا مليم في مقابل اللي بتعمليه، فبالتالي السونار نفسه لازم يكون ايفيدنس بيزد، والإيفيدنس بينت ان السونار كروشل في الاسبوع السابع وفي الاسبوع العشرين، فبالتالي الدوله بتوفر لك ببلاش الاسبوع السابع والاسبوع العشرين. عايزه تروحي تعملي سونار كل اسبوع، اتفضلي انزلي اسكندريه ولا القاهره اعمليه براحتك بفلوسك. بس هي دي زي ما انت بتقولي فادي، الحاجه المموله من فلوس الضرائب مسؤوليه الدوله، ما هيسقطوا في الانتخابات لو بوظوا لو استخدموا الفلوس بطريقه غلط، وعشان هم عارفين ان كل حاجه ليها حساب والناس واعيه، فبالتالي لازم كل ميديكال بروسيدير يتعامل زي ما انت بتقول لو كان هيؤدي الى فايده، لكن مش علشان خاطر مزاجك او علشان خاطر راحت بالك، لا بيتعامل لو كان هو فعلا له ضرورة. تمام. ندخل على السؤال اللي بعديه او المفهوم اللي بعديه، ان بنتي راحت قعدت مع البنت دي، قعدت معايا يومين ثلاثه، بقت ميولها مش عارف ايه. النقطه دي فيها يعني انا هناقش مفهومين غلط في نفس الوقت. اول حاجه ان في اعتقاد دايم وسائد عند غالبيه للاسف المجتمعات الشرقيه بتاعتنا، ان الميول المثليه او اي ميول غير الغيريه هي عباره عن مرض نفسي،
وللأمانة علشان واحد برضو ينقل الصورة مظبوط، ده كان الفرضيات اللي كانت موجودة زمان. بعد ما الناس تخلصت من انا بتكلم طبعا المجتمع الاوروبي مينلي، يعني لما تخلصوا من مفهوم السحر والشعوذه وان دي ناس راكبه شياطين وان دي ناس مش عارف ايه وبتاع، بداوا يحاولوا يدوروا على تفسيرات اكثر منطقيه واكثر علميه. فبالتالي قالوا طب ما يمكن يكون ده بكل بساطه مرض، يعني الطبيعي انك تكون غيري وبيجي لك مرض عقلي او مرض نفسي بيخليك مثلي. وانا شايف ان ده كان طرح في الوقت ده، هو الطرح شبه يعني هو الطرح حسن النية، هم بيحاولوا فعليا ان هم يلاقوا تفسير وتبرير ومحاولة لمساعدة الناس دي. كل الفرضيات دي قتلت بحثا في القرن العشرين، من اول 1900 من بداية 1900 لحد السبعينات قتلت بحثا. وكل الميجور ستاريز اللي اتعملت في كل الدنيا، انا مش بتكلم بس على امريكا ولا كندا، ولا بتكلم على كل الريسيرش اللي اتعمل في اوروبا وكل الدول اللي تتبع النموذج الغربي انجاز التعبير، واللي بتعتمد على الريسيرش كاداه لتحديد القوانين والى اخره، لقوا ان ما فيش اي ارتباط ما بين المرض النفسي والعقلي وما بين الميول المثليه. وبالتالي في مانيوال مهم جدا، ده المانيوال اللي معمول في العالم كله، اسمه الدي اس ام. الدي اس ام ده هو الدياجنوستيك اند ستاتستيكال مانيوال اوف منتال ديس اوردرز. ده فيه منه 5 اصدارات. الاصدار الاول والثاني والثالث كان بيندرج فيه الهوموسيكشواليتي او الميول المثليه، الميول الجنسيه المثليه كمرض من الامراض العقليه النفسيه. يعني انا بتكلم طب الأطباء بتوع السايكايتري كانوا بيتعاملوا لحد الخمسينات والستينات، كانوا بيتعاملوا مع أصحاب الميول المثلية إنهم بيعانوا من مرض عقلي عصبي أو نفسي. لكن الصورة الأولانية اللي هي مكتوبة عليها conclusions، ده أرتيكل بيحاول يجمع التاريخ بتاع تطور المنظور الطبي للمثلية الجنسية. فمن السبعينات بعد ظهور كل نتائج الستاديز الكبيره اللي اتعملت اللي تبعت الناس دول على مدار عشرات السنين، الريكومنديشنز بتاعتهم ان لازم الامر ان لازم الامراض الميول الجنسيه المثليه لازم انها تتشال من المانوال بتاع الامراض العقليه، لان ما فيش اي ستاتستيكال سيجنيفيكانس خالص ان هم امراض نفسيه وامراض عقليه. بدا الاول الموضوع في امريكا. امريكا هي اول دوله اخذت الخطوه دي في ان هم يشيلوا المسمى المرضي عن المثليه الجنسيه. وبالتبعيه في نظام تاني للكودنج بتاع الامراض اسمه الاي سي دي، ده برضو ده النظام الكودنج الانترناشونال موجود في العالم كله، بس ده متاخر شويه، على التسعينات شالوا الكودز بتاعه الهوموسيكشواليتي من كود الامراض. فبالتالي اللي بيقول او البعض في بعض الدكاتره والمعالجين، ما اعرفش بيسموه معالجين في مصر، اللي هم ما زالوا حتى الآن بيحاولوا ان هم لما اب وام يجيب لهم بنتهم او ابنهم يقولوا لهم ده عندهم احنا حاسينهم عندهم ميول مثليه مش عارف ايه، بيعاملوهم وبيحاولوا يعالجوهم بنفس الطرق اللي كانت بتمارس في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. فبالتالي برضو نوع من الـ من الـ من الـ من الـ يعني الفولس انفورميشن، ان الناس او اللي هو الحق الذي يرد به باطل، يقول لك لا طب ما هو نازل في الدي اس ام بتاع الامراض العقليه نازل فيه كودز ويجيب لك الكودز. وفعلا طب حقيقي الاصدار الاول والثاني والثالث من المانيوال كان فعلا نازل فيه الهوموسيكشواليتي كمرض نفسي عقلي، ولكن بسبب الريسيرش اتشال الكودنجز دي خالص، واعتبر ان الهوموسيكشواليتي هي واحده من السيكشوال اورينتيشن اللي موجوده في النورمال فاريشن. فبالتالي اي حد دلوقتي بيتعامل مع الميول المثليه على اساس انها مرض نفسي او مرض عقلي يمكن التشافي منه، هو بالظبط واحد بيعالج مثلا الصرع بالخبط على الدماغ. ما هو الريسيرش باين ان الخبط على الدماغ ما بيحلش. مثال احسن من الصرع، ان هو واحد عايز يجبر واحد اشول ان هو ياكل بيده اليمين مثلا، لان الاشول دي على فكره زمان برضو كان بيتقال عليها ان ده عليه روح شريره وان هو الشيطان بياكل معاه والكلام الهجس ده. طبعا النهارده ما اظنش ان في واحد عايش في القرن ال21
هيقول الكلمتين دول وشايف ان الاشول ده بني ادم عادي، هو بني ادم مختلف عن المعتاد، ده حقيقي نسبته اكيد اقل بكتير من الناس اللي بتصدم اللي هي اليمين، ولكن هو في واقع الامر هو شخص عادي ما فيهوش اي مشكله، وقد يكون متميز عن بقيه الناس اصلا في حاجات كتير. ومحاوله اجباره، لان انا اعرف واحد اشول، واحد صاحبي دي كان اجبروه ان هو يكتب بايده اليمين وان هو ياكل بايده اليمين، وده في رأيي حاجه صعبه جدا، حاجه والله دلوقتي متضايق ان هو ده اللي اتعمل فيه كده. واحد من الناس اللي اتعمل معاهم كده بالنسبه للمثليين هو آلان تورينج. آلان تورينج ده راجل مثلي من اهم الشخصيات في تاريخ البشريه، وخلص الحرب العالميه بدري، يعني انقذ ملايين من الارواح من خلال ان هو عمل اول كمبيوتر عارف يفك فكر شفره انيجما اللي كان بيستخدمها الالمان. لما تعرف ان هو مثلي الجنس تم المحاوله معاه ان هم يغيروا السكشوال اورينتيشن بتاعته او الميول الجنسيه بتاعته، جاله اكتئاب انتحر. فده في كندا، انا بس عايز اوضح ان كندا محاولة تغيير الميول الجنسية هي جريمة يعاقب عليها القانون. يعني انت لو ادعيت ان انت عايز تغير التوجه الجنسي بتاع اي واحد، فانت واحد بتعمل حاجة ضد القانون وحاجة تعاقب عليه بناء على الكلام اللي انت بتقوله، لان هو مش مرض نفسي بالظبط. وعشان كده في، انا مش هقول اسماء، بس في واحد مشهور في مصر يعني هو كاتب يعني ممكن اقول اسمه، انا في واحد لا 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 يا عم خلاص بقى لا اصل انا الراجل ده فعلا بيبان ان هو تقدمي، ولكن في واقع الامر هو مش تقدمي خالص، او انا مش عارف اصنفه على انه تقدمي خالص. وانا يعني انا ما اعرفش بتقول كاتب، انا اللي اعرفه ان هو بيقول ان هو متخصص في علم النفس، هو اوسم وصف، ما اعرفش انت قصدك ايه ولا لا، بس هو اوسم وصف من اكتر الناس اللي في رايي بيقول كلام غير علمي في الموضوع ده. ممكن يكون اراءه ثانيه معقوله مقبوله بزبط. ولكن بزبط. الموضوع ده هو بيقول كلام غير علمي وطبعا الكلام الغير العلمي ده بيلاقي رواجا عند الناس الشرقيين، ولكن هو كلام غير علمي وكلام مؤذي للطرف للشخصيات الاشخاص المثليه الجنسيه. انا هقول بس حاجتين، يعني انا ما كنتش حابب اذكر اسمه، بس anyway حاجتين. احنا ما بنقولش حاجه غريبه، هو شخصيه عامه، وانا مش بقول حاجه، انا برد على الادعاء اللي هو بيقوله، يعني الادعاء اللي هو بيقوله ده ادعاء غير علمي ومؤذي. من ضمن بقى الحاجات اللي هو للاسف بيحاول يستعطف بيها الناس او برضه بيروج لافكاره، الراجل ده ممنوع من دخول كتير جدا من الدول الاوروبيه بسبب السلوك بتاعه، بسبب طريقته ان هو، او بسبب المنهج بتاعه ان هو بيحاول يروج للعلاج من المثليه، وهو بقى بيستغل النقطه دي عشان يعمل بروباجندا ان هو مضطهد، او ان الغرب الشرير الوحش بيقيد حريه الفكر، او عشان هو حر الفكر وعشان هو بيعبر عن رايه الى اخره، فبالتالي هم اللي بيحاربوه وبيقيدوه. ولكن هو بكل بساطه زي ما انت بتقول، هو لو حط رجله في اي دوله من الدول دي في اغلب ظنه هيتقبض عليه، لان هو بيرتكب جريمه، لان هو بينشا انجاز التعبير ان هو بيحث على العنف النفسي ضد مجموعه من البشر. النقطة الأخيرة، يعني أنا برضو مش هقدر أقول تفاصيل كتيرة، لكن أنا في اتنين قالوا لي معلومات عن طرق الاستشفاء اللي هو بيعملها، بس كل اللي مش هقول إيه الطرق، بس كل اللي هقوله إنها طرق غير إنها غير علمية وغير إنها غير يعني مثبتة وكده، لكنها بتحط من كرامة الإنسان. ده بس كل اللي هقوله يعني، ودي من واحدة بنت ومن واحد ولد. الطرق اللي هو بيستخدمها، انا مش بقول ان هو بيعمل يعني قصدي حاجه يعني جنائيه، مش قصدي كده، لا مش 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 بقول ان هو بيعمل حاجه غلط، بس قصدي الطرق اللي بيستعملها فيها شويه يعني انتقاص من كرامه البني ادم يعني. فاتمنى بس ان الناس
تقرا شويه اكتر عن الارتباط الخاطئ ما بين المثليه الجنسيه وبين الامراض النفسيه، لان مش كل طبيب ومش كل مختص او بيقول عن نفسه ان هو مختص في علوم النفس وكده بيتبع منهجيات مظبوطه. في ناس لسه عملت كده زي بوز عند الخمسينات ولسه ماشيه بنفس الافكار القديمه، فاتمنى ان ما حدش ينجرف ورا التيار ده. يعني نقطة بقى مرتبطة على فكرة العدوى أو فكرة أنه مرض، فكرة بقى اللي احنا اتكلمنا عليها فيها، فكرة الإجبار أو التغيير أو الإقناع. للأسف أنا بشوف بوستات على الفيسبوك عامة يعني وبتسيركوليت عند ناس كتيرة بتحاول أنها تخوف الأهالي من الهجوم أو من المحاولات البائسة اللي بيعملوها الطيارات الغربية عشان خاطر يحولوا ولادهم. يعني كمثال الصورة دي أنا بشوفها كتير سيركوليتنج، أن يعني الأطفال بيهربوا من ناس عندهم ميول جنسية أيا كانت إيه، وأنهم يعني بيطردوهم وبيحاولوا أنهم يعني يخطفوهم أو أنهم يحولوهم أو مفيش أي ميديكال ريسيرش اتعمل أو سوسيولوجيكال ريسيرش اتعمل بين أن الشخص ممكن أن هو يجرب ميول أخرى بس للفضول او لمجرد ان حد حكى له عن حاجه ومن كتر ما سمع عنها ومن كتر الزن قال طب ما خلاص بقى نجرب. لان بكل بساطه احنا كبشر من خلال الرحله التطوريه بتاعتنا عندنا بيزك فيلينجز او يعني بيزك يعني مشاعر اساسيه، عندنا مشاعر كتيره بنحس بيها، بس من ضمن المشاعر الغريزيه اللي عند البني ادم من اول ما هو طفل هو شعور الاشمئزاز او شعور القرف، يعني شعور الفرح والحزن والغضب، دي من المشاعر الرئيسيه انجاز التعبير. من واحده من المشاعر الرئيسيه دي هي مشاعر الاشمئزاز. في بعض الفلاسفه في علم البيولوجي بيقولوا ان واحده من السرفايفل ميكانيزمز اللي عندنا او اللي عند الاطفال هو شعورهم بالقرف، انك بتقرف لما تشوف صرصار، بتقرف لما تشوف اكل فاسد، الاحساس الديسجاست ده هو اللي بيحمينا من ان احنا نتعرض مثلا لاكل بايظ او ان احنا نشم حاجه، لما نشم حاجه وحشه ونتقرف ممكن ده يكون غاز سام مثلا والى اخره. فشعور الديسجاست ده شعور غريزي وبيتطور مع الانسان في كل المناحي، شعور بقى بالقرف من الاكل، من الشرب، من بعض الروائح، من بعض الملمس، يعني كل شخص بيطور الشعور ده. من ضمن المشاعر دي برضو اللي هي تندرج تحت الشعور الديسجاست هو حاجه اسمها الووتمارك ايفكت، اللي هو شعور الشخص بالاشمئزاز من العلاقات الجنسيه وسط الدائره القريبه او درجه القرابه الاولى. يعني ليه الاطفال ليه الاخ ما بيملش الاخته، ليه الاخت ما بتملش الاخوه، او ليه الاب ما بيملش البنت وهكذا. ده ويستر مارك ايفكت. الويستر مارك ايفكت ده وسيله تطوريه علشان خاطر الجينيتك بول يوسع، لان لو السبيسيس اتجوزت بس من قرابه الدرجه الاولى هتزيد الريسيسيف تريتس، الجينيتك بول هيضيق جدا وينتهي في النهايه لان السبيسيس تقف. فواحده من الميكانيزمز اللي البشر او كل السبيسيس عموما بتطورها هو نفور جنسي من الدرجه الاولى. بنفس يعني قصدي بنفس الميكانيزم برضو الشخص الانديفيديوال بسبب الجندر ايدنتيتي بتاعته وبسبب البيولوجيكال سكس بتاعه وبسبب الهرمونز بتاعته بيطور نوع من الافينيتي، يعني الرغبه لميل جنسي معين، وبرضه بيتطور نوع من النفور من ميول جنسي اخر. فبالتالي لو في واحد او واحده عندهم ميول جنسيه غيريه بكل بساطه، يعني لو بس خدناه بالبلدي كده مش هيفكر اصلا في اي ميول جنسيه ثانيه بالنسبه له، لا دي مش دي انا عايزها. وده ميكانيزم الانسان بيطوره وهو مش واعي. فبالتالي الموضوع بقى تو ويز، لا الغيري هتقدر تقنعه ان هو يكون او تقدر تجبره ان يكون مثلي، ولا المثلي هتقدر تجبره ان هو يكون غيري. فبالتالي الموضوع ايذر ويز مش نافع، دي كلها عباره عن مشاعر او احاسيس الانسان بيطورها كديفنس ميكانيزمز وكوسائل تطوريه احنا طورناها على مدار ملايين السنين عشان استمرار النوع بتاعنا. فبالتالي مستحيل حد غير يقلب مثلي ولا المثلي يقلب غيري. مفيش عدوى في الموضوع ومفيش تحويلات ولا اجبار في الموضوع.
احنا عشان طولنا شوية ادخل على النقطة اللي بعديها، فكرة برضو ارتباط الميول الجنسية المثلية او اي حاجة غير الغيرية، ان ده انحراف اخلاقي. مش عارف الشاشة اي ولا نور ولا نور. فكرة الانحراف الاخلاقي، موضوع الانحراف الاخلاقي بكل بساطة عشان بس ما نطولش في الموضوع كتير، احنا اوريدي يعني اتكلمنا كتير عن ان الموضوع له جذور كروموزوميه وجينيه وبيولوجيه والى اخره، لكن اعتقد موضوع الانحراف الاخلاقي ده انتهى تماما الحديث عنه بعد الدراسات او الـ يعني عايز اقول الميديكال ريسيرش او البيولوجيكال ريسيرش اللي اتعمل على المملكه الحيوانيه. بكل بساطه انا طبعا في ناس تقول لي هو انت ليه بتقارن بين السلوكيات اللي اتعمل في الحيوانات وبين السلوكيات اللي اتعمل في البشر؟ هو اي حاجه عملها الحيوان احنا نعملها؟ ده عبارة عن سترومان فالسي، ده كده مغالطة رجل القش. أنا مش بقول لك اللي الحيوان بيعمله عمله، أنا بقول أنت بتقول إن ده انحراف أخلاقي، فلو هو انحراف أخلاقي يبقى بالضرورة ما يبقاش موجود في الحيوانات أو في الكائنات اللي ما عندهاش أصلاً وعي بفكرة الأخلاق. فإحنا فبكل بساطة بما إن هو موجود هذا الفعل، بما إن هو موجود عند حيوانات ما عندهاش المورال ديزاين أو المورال باوندريز دي، فبالتالي يبقى ده سلوك اللي إحنا كنا بنتكلم عليه بقى طبيعي غير معتاد، او مش هو ده الكومن، او مش هو ده الموست، مش هو ده الدوميننت، ولكنه سلوك موجود في الطبيعه. الثلاث صور اللي انا جايبهم دول، اول واحده كيس ستادي من سنه 1896 والرسم رسم بالايد قبل ما يطلع كمبيوترات وبتاع، عالم فرنساوي بيشرح او بيوثق في كيس ستادي سلوك جنسي مماثل في نوع من الخنافس. الصورة اللي جنبها كتابين كبار جدا بيتكلموا على رصد لحالات او للرصد للسلوكيات الجنسية المثلية والزوجية كمان اللي هي البايسكشوال يعني في المملكة الحيوانية بالكامل. احنا بنتكلم على المملكة الحيوانية بالذات لان الحيوانات خصوصا الثدييات والطيور هي دي اكتر مجموعات تعقد فيها السلوك الاجتماعي للفصائل، واللي احنا شايفينه من ملاحظه الحيوانات الحياه البريه ان كل ما الحيوان بيكون عايش في مجتمعات كل ما السلوك الجنسي بتاعه بيتعقد، وكل ما المجتمعات دي تكبر كل ما السلوك الميول الجنسيه بتدايفرس بشكل اكبر. حتى ضربت مثال على النمور والفهود والثعالب، الحيوانات دي موثق فيها السلوك الجنسي المثلي ولكنه قليل. ليه؟ لان دول سنجل هانترز، النمور ما بتعيش في مجاميع، الفهود ما بتعيش في مجاميع، كل واحد بيصطاد لوحده، فبالتالي السلوك الجنسي بتاعه والميول الجنسيه ليست معقده بالشكل الكافي. لكن لما تبص على مجتمع زي الاسود او مجتمع زي الذئاب، دي بتعيش في باكس، والباكس بتاعت الاسود والذئاب ممكن توصل لحاجه و20 وحاجه و30، فبنلاقي ان السلوك الجنسي بتاعه والميول الجنسيه بتاعتهم فاريانت بشكل رهيب جدا، من اول الهيتيروسيكشواليتي للهوموسيكشواليتي للبايسيكشواليتي للاسيكشواليتي. وكل ما نصعد لفوق في مش قصدي نصعد، كل ما يزيد ذكاء الكائنات الحيه كل ما الدايفرستي بتاعه الميول الجنسيه بتاعتها تزيد، واكتر المجتمعات الحيوانيه اللي الميول الجنسيه بتاعتها دايفرس متنوعه جدا هي الدولفينز والبطريق والقرد العلي. الدولفينز هي من اكتر المخاخ الكبيرة حجما بالنسبة لحجم الكائن الحي والأكثرها تعقيدا. انت لما تشوف المخ السيريبرم والسيريبيلم بتاعت الدولفين هي أعقد مننا، يعني عدد اللي بنسميها السالكاي والجايراي اللي هي مش عارف اسمها بالعربي anyway يعني اللي هي الخنادق اللي طالعة ونازلة في المخ، ايوه تلافيف المخ اللي موجودة عند الدولفين أعقد بكتير جدا من مخ الإنسان. وبالتالي في الدولفينز مسجل الهوموسيكشواليتي البايسيكشواليتي هيتيروسيكشواليتي حتى البيدوفيليا متسجلة في الدولفينز. وفي بعض يعني في بعض الأمثلة الأكثر يعني عايز أقول في واحد يقول أنت شوش أنا ملاش علاقة بموضوع بس أنا عجبني الدولفينز بتشرب مخدرات أيوة بتمص السكريشنز بتاعت سمكة الشمس لأنها فيها نوع من الاندورفينز فبتتسطل بيها. فمجتمعات معقده جدا، لكن الكلام ده لو انت جيت قلته انت في احنا فادي لو رجعنا بقى الزمن وجينا للمارين بيولوجيست
في سنه 30 وقلنا لهم ان الدولفينز عندهم هوموسيكشواليتي وعندهم سيكشوال اورينتيشن متنوع هيضحكوا علينا، لان ما كانش عندنا التولز اللي نقدر نراقب بيها الموضوع ده. عشان كده الموضوع ده برضو نسبيا حديث. يعني البينجوينز مثلا من حاجه ظريفه جدا في البينجوينز ان سبب والمثليه السلوك الجنسي المثلي عند البينجوينز مشهور جدا في الرجاله، مش موجود قوي في الاناث، موجود في الذكور. وده السبب التطوري بتاعه مختلف خالص عن الاسود وعن الدولفينز وعن البشر، مختلف تماما. السبب بتاعه ان لما الاب هو اللي بيرقد على البيض، ده المعتاد عند الدولفين، والام هي اللي بتخرج للصيد. وللاسف في حالات طبعا او في بطريق اناث كتيره جدا بتتاكل من اللي هي الاوركاز والافيال البحر والى اخره، ده الغذاء بتاعهم والشاركس وكده. فبنفاجئ بان في كميات ضخمه جدا من السنجل فادرز وقاعدين عيني على البيض وبيحاولوا يراعوا العيل بتاعهم بس هم لوحدهم. فبدا السيرفايفل ريتس بتاعه الاطفال اللي بتتربى بذكر واحد تبقى اقل بكتير من اللي بتتربى وسط ذكرين. فبدا يحصل نوع من الرومانتك اتراكشنز ما بين الرجاله علشان خاطر رعايه الطفل. ولقوا العلماء بتوع الحياه البريه لقوا ان التشيكس الصغيرين اللي تربوا مع ذكر واحد نسبه السرفايفل بتاعتهم اقل بكثير من اللي تربوا وسط ذكرين. انا قصدي ان اسباب الهوموسيكشواليتي نفسها والباك جراوندز بتاعت الهوموسيكشواليتي حتى اسباب مختلفه ما بين سبيشيز والتانيه. كل سبيشيز طورت او نوعت السكشوال اورينتيشن بتاعتها بسبب الضغوط الطبيعيه اللي اتوقعت عليها. برضو في بيبر او ارتكل منشور سنه 23 ثانيه واحده اولع النور و تيك يور تايم انا كمل. لا كمل. البيبر دي منشوره في 23 قريب يعني، ومنشوره في نيتشر مش منشوره في تحت بير السلم يعني. بتبين ان في اولموست اراوند يعني اراوند 1500 سبيشيز في المملكه الحيوانيه متسجل فيهم ميول جنسيه غير الغيريه، يعني مثليه او يعني هومو او بايسيكشوال او اسيكشوال او ايا كان، يعني حوالي 1500 سبيشيز. وطبعا الارقام دي كلها معرضه للزياده لان الريسيرش اللي موجود في مجال الوايلد لايف بدا يتطور، بدا يتحسن، بدا يبقى عندنا فاسيلتيز اكتر، طرق التصوير والمراقبه اتعقدت اكتر، فبالتالي بقى عندنا امكانيه لجمع المعلومات اكتر. فبالتالي في اعتقادي ده argument كافي جدا علشان خاطر الناس اللي بتعلق الهوموسيكشواليتي او ايا كان من الميول الجنسيه على انها انحراف اخلاقي. لو كانت هي فعلا انحراف اخلاقي ما كناش هنشوفها في اي مملكه حيوانيه تانية ما عندهاش اي moral compass. اعتقد ده في الغالب قبل الاخير على طول، وده برضو مرتبط بالنقطه اللي قبليها، هو فكره طب لو التطور صح، هنفترض ان فعلا الايفولوشن موجود، هنفترض ليه في ميول مثليه؟ على اعتبار يعني ان البقاء للاصلح، فبالتالي الاصلح ان هو يمرر جيناته هو الغيري، فليه بقى في ميول مثليه؟ للاسف هو السؤال بينطوي على عدم فهم كامل لفكره نشوء الارتقاء. ده عامل برضه زي اللي بيسال يقول لك هو لو كان التطور صح ليه لسه في قرود لحد دلوقتي؟ لأنه هو مش فاهم التطور الميكانيزم بتاعه ماشي ازاي. فنحاول نبسطها. بكل بساطة الفكرة أو المقولة المشهورة اللي هي The Survival of the Fittest، هي نقدر نقول إنها refined دلوقتي، بقت منقحة أو فهمنا أكتر إن هو كلمة fittest مش لازم يكون يعني اللي هو الكامل، مش اللي هو أفضل حاجة موجودة أو اللي هو ما فيهوش أي حاجة تنقص منه. لا، هو بكل بساطة هو البقاء مش للأصلح، هو البقاء للأصلح كفاية أو يعني للجود انف. لو كان الفرد حتى بكل نقائصه وبكل مشاكله وبكل الديس أدفانتجز بتاعته قادر أنه هو يمرر الجينات بتاعته فهو حيبقى، ولكن هذا المفهوم لا ينطبق على الفرد، ودي نقطة مهمة جدا، كورنر ستون في الناتشرال سيلكشن أو في الإيفولوشن عموما، إن السيرفايفل أوف ذا سبيشيز وليس السيرفايفل أوف ذا إنديفيدوالز. في جملة مهمة جدا بتعجبني جدا في كتاب ذا سيلف جين، إن للأسف إن الطبيعة لا تبالي، يعني الطبيعة لا تبالي بالأفراد. أنت أي شخص سواء بقى بني آدم أو حيوان أو أيا كان،
الطبيعة لا تبالي بالغزالة، الطبيعة لا تبالي بالأسد، الطبيعة لا تبالي بالراجل ده أو بالست دي، لكن السيرفايفل بيبقى كولكتيفلي للسبيشيز كاملة. فبالتالي الإنسان مليء بالعيوب إنجاز التعبير أو الفاريشنز اللي ممكن تبان إنها غير صالحة أو غير، عايز أقول it's not in favor، ما ياش في صالح الإنسان، لكن هي ممكن تكون مش في صالح الانديفيدوال، لكن لو بصينا على السبيسيس كاملة هي لا تؤثر على نجاة السبيسيس. وعلى فكرة بطريقة عكسية برضو، وجود بعض الأفراد من فصيلة معينة لا يعني أنها تستمر. في مثال مشهور جدا من كام سنة أن أعلنوا انقراض الفيل الأفريقي بتاع غرب أفريقيا، الفيل الرما، لا سوري مش الفيل، الخرتيت الأسود لغرب أفريقيا، الوايت راين وايت ولا مش فاهم، واحد من الخراتيت اللي بتعيش في غرب أفريقيا أعلنوا أن الفصيلة دي انقرضت رغم أن كان فيه 6 أفراد فاضلين منها. هتقول لا طب ما لسه فاضل 6 اهو، ليه بيقولوا انقرضت؟ ما يمكن نجوزهم في بعض ويجيبوا. انت كده بتتكلم على survival of the individual، لكن الناتشرال سيلكشن والإيفولوشن لا يعترف بده. الناتشرال سيلكشن بيعتمد على نجاة الفصيل وليس نجاة الفرد. بنفس المثال بس اعكسه بقى، نقائص أو مشاكل أو عدم قدرة الفرد على تمرير جيناته لا يعني بالضرورة أن الفصيل كله بالكامل هينتهي. وده اللي بنشوفه في أمثلة شهيرة جدا في الـ في الـ في الـ في المملكة الحيوانية، ودي كانت من الانتقادات اللي توجهت لداروين أيام ما كان عايش وما كانش عنده ردود ليها، لأن ما كانش لسه علوم الجينيتكس اتطورت. فكرة مثلا الطاووس، الطاووس الذكر، الطاووس الذكر ريشه طويل وملون وديله قد كده وحاجة آخر حلاوة، شكله جميل جدا. فأنت ممكن لو بصيت له على مستوى الشكل من بره جميل، شكله حلو وبينفع جدا في الميتنج، لأن هو كل ما يكون شكله أحلى كل ما الإناث هتجيله. لكن يوم ما النمر بيهجم عليه، الديل الطويل بتاعه والريش الطويل بتاعه ده بيخلي هروبه من النمر almost مستحيل. وعشان كده كان بعض الناس اللي كانت معترض على داروين سنة 1850 كانوا بيقولوا طب إذا كان السيرفايفل أوف ذا فيتست، طب إزاي لسه في لحد النهاردة ذكور الطاووس موجود؟ بدليل إنهم ما يقدروش، ما فيش ولا مرة شفنا طاووس ذكر هرب من النمر. تاني هنرجع نقول نفس الفكرة، إن ممكن تكون فعلا ريشة الطاووس الطويل ده مضر أو متعب جدا أو بيأخره جدا في الجري، ولكنه كان جود إناف إنه هو يجذب الإناث علشان خاطر يمرر جيناته. فبالتالي أي نعم الطاووس الذكر is not the fittest، ولكنه he's fit enough، هو ما هوش كامل، ما هوش الأصلح، ولكنه صالح كفاية إنه هو يمرر الجينات بتاعته. برضو مثال تاني اللي هي اللي بنسميها الحيتان البالينية، اللي هي الحيتان اللي معديمة الأسنان، اللي هي عندها مجرد شوية مصافي كده في بقاها عشان تصفي المية وتبلع الأكل بتاعها. في مشكلة أو في يعني الاناتومي بتاع الحيتان دي، ان الفارينكس بتاعها اللي هو البلعوم ضيق جدا، وبالتالي على الرغم من ضخامه حجم الحوت زي الحوت الازرق او الحوت الري او الحوت الرمادي او الحوت الاحدب، رغم ان هم احجامهم ضخمه جدا، لكن الفارينكس بتاعه ما يعديش سمكه او ممكن يعدي سمكه صغيره جدا. رغم ان دي ممكن تبان انها عيب تطوري رهيب، يعني افرض بلع حاجه غلط، افرد يعني او بالحجم ده ازاي يعيش بدون ما ياكل سمك كبير او ياكل فقامات كبيره او لكن عوضها بطرق تانية، ان هو بياكل ملايين او الاف الاطنان كل يوم من القشريات والبلانكتونز وما الى اخره، ودي كافيه جدا، هي مش افضل حاجه بس هي كافيه جدا ان هو يستمر كفصيله وليس كفرد. فبالتالي لو طبقنا بنفس المثال على فكرة الهوموسيكشواليتي، لو في بشر عندهم ميول مثلية، ميول جنسية مثلية، بالتالي احتمالية ان هم يمرروا الجينات بتاعتهم هتبقى قليلة فعلا، لان مش هيبقى فيه conception. ولكن لما نبص على الصورة العامة للسبيشيس هنلاقي ان الغالبية من البشر غيريين، فبالتالي بيقدروا يعملوا conception، فبالتالي بيمرروا جيناتهم. فبالتالي وجود فرد في الفصيلة غير قادر على تمرير جيناته ليس هو حكم إعدام على الفصيلة بالكامل.
فده بالظبط نفس فكره ليه القرود موجوده، او ليه لو تطور صح ليه القرود موجوده بنفس المثال، لو تطور صح ليه في ميول مثليه، لان احنا مش لازم نكون في كمال الكمال، يكفي ان تكون السبيشيز بالكامل قادره على تمرير جيناتها وليس كل فرد قادر على تمرير جيناته. اتمنى بس النقطه دي تكون واضحه شويه. اخر حاجه برضو احب اختم بيها كمثال لل في البشر، يعني فكره برضو fit enough و not the fittest، التفاوت او التباين ما بين القطر بتاع الحوض بتاع الستات والقطر بتاع او متوسط القطر بتاع جمجمه الطفل. الكولوم العمود اللي على الشمال ده اللي هو مليان اسود ده النسبة ما بين جمجمة الشمبانزي للحوض بتاع الأم. هتبص تلاقي إن الراس بتاعت الشمبانزي وقت الولادة اللي هي آخر صورة تحت خالص الجمجمة بتلق جوه الحوض، الحوض واسع خالص عليه، فبالتالي ما فيش أي مشكلة إن البيبي بتاع الشمبانزي يتزلط على طول. لكن لما تبص على الصورة المقابلة هتلاقي إن الدوران بتاع راس الجنين في الحوض بتاع الست أثناء الولادة شبه مستحيل او شبه يعني صعب جدا، لان راس الجنين او القطر بتاع الجمجمه بتاعه الجنين تكاد تكون اكبر من الدايره بتاعه المخرج بتاع حوض الست. هل دي نقدر نقول عليها وضع مثالي او وضع هو الافضل؟ لا، ولكنه جيد بشكل كافي او fit enough ان هو يخلي السبيشيز كامله تكمل. وبكل بساطه في ملايين الأطفال وملايين الستات اللي ماتوا بسبب البروبورشن دي، لأن قبل ابتكار فكرة القيصرية وقبل أصلا ما الإنسان يتوصل أنه ممكن يطلع العيل من بطن مامته ويخيطها تاني، الطفل اللي كانت راسه أكبر من الأوتلت أو المخرج بتاع الحوض بتاع الست كان بيتزنق، وطالما اتزنق فالطفل نفسه هيموت، هيأسفكسيت يعني هيتخنق ويموت، والست بالتبعية هتموت معاه. فلو انت فكرت من 300 ألف سنة فاتت في كام ست وفي كام طفل ماتوا بسبب الديسبروبورشن دي؟ ملايين. لكن هل ده أدى في النهاية إلى فناء البشر؟ لا، لأن تاني البقاء ليس للأكمل أو اللي هو الموست فيت، ولكنه للفيتنف. آخر حاجة وهي دي اللي أنا حقفل بيها الكلام بتاعي، هل الحياة بامبي؟ يعني أنا في اعتقادي زي ما تكلمنا، زي ما أنت قلت ضربت أمثلة كتير يا فادي، إن أكيد في حاجات غلط بتحصل، وأكيد كل مفهوم جديد على البشر لازم بيبقى فيه الديبيت وفيه التقبط موجود. ولكن في اعتقادي وفي قناعتي الشخصية إن ليه الدول اللي هي خلاص توصلت إلى إن الجندر ايدنتيتي والجند والسيكشوال اورينتيشن ده عبارة عن سبيكترم ولازم إن احنا نتقبل الناس دي ولازم إن احنا نديهم حقوقهم، في اعتقادي إن ده بسبب اللي حصل في يوم زمان. في اعتقادي ان المجتمعات الاوروبيه بالذات المجتمعات الاوروبيه يعني ارتكبت الكثير من الجرائم ضد الناس دي. انا جايب صوره راندم يعني من العصور الوسطى، ايام ما كان اي حد بيبان او بيتعرف ان هو عنده ميول مثليه اللي كان بيتحرق واللي كان بيترجم واللي كان بيتدفن حي واللي كان بيتقطع واللي كان بيتشرق، يعني ارتكب ضدهم كل انواع الجرائم البشعه. ففي اعتقادي ان المجتمعات الغربية اللي هي تبنت الافكار او تبنت المعطيات والنتائج العلمية بتحاول انها، مش عايز اقول ترد اعتبار، بس بتحاول انها تقول يا جماعة اللي كان بيحصل ده زمان غلط، والناس دول بتأثر عن جرائمهم القديمة اكيد، زي ما عملوا مع اليهود، ما هو اليهود عملوا نفس الكلام، وزي ما عملوا مع اقليات كتير، زي ما عملوا مع السحرات في بوسطن مثلا او سالم يعني، وزي ما عملوا في محاكم التفتيش واتيفر، كل الحاجات دي كلها وعشان كده ده ودي ميزه الغرب ان هو بيتعلم من جرائمه. وانا مش بحاول اقلل من، مش هقول اخطاء لان هي جرائم، يعني جرائم بشع، جرائم حقيقية. فالمجتمعات دي بتقدر تتعامل بكل صراحة مع لأن الجرائم دي بتحصل في كل حتة في العالم، بس في مجتمعات قادرة أنها تواجه الجرائم دي وتقول إحنا مش هنعمل كده تاني، وفي ناس تانية يقول لك لا إحنا دي حاجات أخطاء فردية ولا تعبر عن معرفش إيه وكلام. التبريرات الدايخة الحقيقة
وعشان كده بتفضل متخلفة، المجتمعات متخلفة. فآه اللي انت بتقوله ده حقيقي جدا، ان هم فعلا ارتكبوا جرائم تجاه المثليين زي ما ارتكبوا جرائم تجاه اليهود، وعشان كده عملوا الانتي سيماتيزم مثلا، قوانين الانتي سيماتيزم، ودلوقتي بيحاولوا ان هم يعملوا مصالحة بين الناس وبين المثليين. يعني حتى مش بيحاولوا يتجاهلوهم، لا بيحاولوا ان هم يقولوا للمجتمع، بيحاولوا ان هم يظهروهم علشان الناس تتعود على وجودهم، لان هم موجودين فعلا، وان الناس تتعامل معهم بشكل طبيعي. انا واحد من الناس اول مرة شفت، رحت انجلترا اول مرة شفت تجمع لمجموعة الميم او الناس اللي هم بتوع LGBT community، انا خفت وجريت من المكان، لان انا جاي، لان انا مش متعود. مع الوقت ابتديت ادرك، ومع ان انا اتعودت على وجودهم، لما اتحطيت في موقف مشابه السنه دي ما حسيتش ان انا خايف، وما غيرتش الاورينتيشن بتاعك. لا لغايه دلوقتي لسه بحال مسابع، يعني الموضوع معجب بصوفيا لورين وسلمى حايك ما اقدرش، يعني لو اقنعتني بتوم كروز مش هعرف في الاخر براحته يعني، بس لا صوفيا لورين يا جماعه معلش انا قديم شويه. بالظبط يا فادي، انت التجربه الشخصيه بتاعتك بالظبط برضو. انا اول ما جيت سويد جيت في شهر نوفمبر، بس لما جه الصيف علينا وبدا البرايد مانث وكده، انا فعليا اترعبت، انا فعليا اتخضيت وفعليا خفت. وبصراحه يعني ده دفعني برضو ان انا قلت لا، انا اتحاشى انزل وسط البلد في الوقت ده، انا ما اعرفش الناس بتعمل ايه ولا يعملوا ايه ولا بتاع. لكن يمكن بس الفرق ان الموضوع ده بدل ما يخليني اقفل الموضوع بالضرب المفتاح، خلاني بس افتح واقرا، طب اشوف بقى الناس دي بتعمل كده ليه، خصوصا ان الواحد لما عاش فتره في المجتمع المختلف عنه ده، وبدا يشوف ان المجتمع ده مجتمع كويس، بدأ يوصل لمستوى من الرقي حلو، قوانينه سيدة، الناس عايشة فيه كويسة، فالواحد بدأ يقول طب ما نسمع بيقولوا إيه، طالما هم عايشين كويس كده كمجتمع عموما يعني، طب ما نسمع بيقولوا إيه عن دولة بقى. وبصراحة بكل أمانة وبكل صدق، أنا معلوماتي في السيكشوال ايدنتيتي عموما بالأربع مناحي بتاعتها دي كانت متوقفة عن البيولوجيكال سيكس، إنه هو ده اللي أنا درسته في الكلية، وهو ده اللي انا اعرف امتحن فيه، وتقول لي السندروم الفلاني حافظه صم، ده الحاجه الوحيده اللي كنت اعرفها. لكن كل المناحي الاخرى للسيكشوال ايدنتي انا فعلا كنت جاهل بيها تمام، كنتش اعرف اي حاجه. ولكن لما الواحد بدا يفتح بس شويه الباب انه يفهم، بس يفهم، ولا تعاطف ولا اي حاجه، بس يفهم الاول الموضوع، وبدا يشوف التاريخ نفسه كان ماشي ازاي، الريسيرش نفسه نتيجته مشيت ازاي، المجتمع نفسه هيز فانكشنينج ازاي بعد القوانين الجديده والكونسبتس الجديده دي، بدا الواحد يقول طب يا جماعه، طب ما ناخد الموضوع نيوترال بقى. مش قصدي ان انا ما عنديش اي، عايز اقول ايه، مش بقول مش بوصم حد انه جاهل، ولا بوصم حد ان هو راجعي، ولا لا، انا كنت انجاز التعبير، ما انا كنت زي، انا كنت كده برضو، أن هو ده الاتيتيود بتاعي زمان. ولكن بكل بساطة لما الواحد بيفهم أكتر، مش بيبقى عنده الخوف والرهبة والجزع والقلق، لأن طبيعي إحنا كبشر بنخاف مما نجهل. فبكل بساطة بدل ما نعمل يعني هجوم مضاد وتخويف زيادة وما إلى آخره، بكل بساطة نقطع الخوف بالمعلومات، نفهم أكتر. وزي ما أنت بتقول يا فادي، لما الواحد بيتعامل بقى بحقيقة أو بيتعايش مع المجتمع، ويشوف الناس دي عن قرب، ويشوفهم وهم في الشغل أو بيتعامل معاهم كجيران أو بيشوف فعلا إن بني أدمين زينا، ميولهم مختلفة عني، انطباعاتهم عن نفسهم مختلفة عني، لكن طالما هو مش مؤذي، وطالما مش بيجبرني على حاجة، وطالما العلاقة الإنسانية اللي بيننا طبيعية زي أي اتنين بشر، فأنا إيه اللي يخليني أوجه الهجوم ناحيته؟ وأنا متفهم إن في بعض الناس بتبني الهجوم بناء على تاني المرجعيات الدينية، وأنا ده متفهمه جدا، ولكن في بعض الأحيان لازم الواحد يفكر شوية إن أنا عندي نص بيقول كذا، لكن لو رجعنا لقصة جاليليو ولا قصة كوبرنيكس ولا لو قصة برونو، ما هو الناس دي برضو قالت كلام مختلف، أو قالت كلام ما كانش هو ده السائد وقتها، وكلام
طبقا لبعض القيادات الدينيه كان ضد النص، ولكن ودفعوا ثمن الكلام ده كله. ولكن مع الوقت ومع نمو الضمير البشري ومع نمو التفكير البشري وصلنا الى حلول ان لا، الانتربريتيشن بتاعنا زمان كان غلط ولازم نتقبل الحقيقه العلميه اللي موجوده دلوقتي. انا بصراحه مش عارف الموضوع هيتحل ازاي، انا مش عارف، ولكن اقدر اقول من برضو من الكونكريت فاكتس اللي انا اعرفها ان في بعض المدارس او بعض الطوائف، كما على المسيحيه بما ان انا مسيحي، في بعض الطوائف المسيحيه خصوصا الطائفه اللوثريه البروتستانتيه في السويد بالذات عندها من مدارس التفسير بتاعتها ما يكفي ليها ضميريا انها تقول اه لا، الناس دي من حقها انها تعيش ومن حقها انها تكون موجوده في الكنيسه كمان. باي ذا واي، عشان برضو النقطه دي يمكن ما اعتقدش الناس كده تعرفها، لما قعدت اقرا شويه عن فكر الكنيسه اللوثريه عن الهوموسيكشواليتي فوجئت اتخضيت من الموضوع ده. فوجئت ان الكنيسه اللوثريه رغم انها بتسمح ان او بترحب بالمثلين ان هم يدخلوا الكنيسه وبتقول ان احنا ككنيسه بنعرض كمان الاسرار على الاشخاص ذوي الميول المثليه، لكن شوف برضو النقطه اللي انا النقطه دي عجبتني جدا، بتقول اذا كان القسيس بتاعنا بتاع الطائفه بتاعتهم يستشعر الحرج بسبب ان التعليم دي ممكن انها او الافكار دي ممكن انها تتعارض مع بعض النصوص، فهي بتعفيه من ان هو يمارس هذا الطقس او يمارس هذا الريتشوال يعني في الكنيسه، ولكن الكاهن ملزم بانه يجد البديل. يعني قصدي ان حتى لما بعض الطوائف الاخرى بدات ادوبت السلوك ده ما اجبرتوش اللي هو نظام اللي هو برضو اللي احنا بنحاول نروج له اللي هو الاجبار، لا، حتى لو كان الكاهن البروتستانتي اللوثري جوه الكنيسه بتاعته اللي هي مديه كل حقوق المثليين هو نفسه شخصيا بيستشعر الحرج، من حقه ان هو يمارس الاسرار دي، ومن حقه ان هو يقول لا انا مش حابب اعمل ده بسبب ان في نص بيتعارض، لكن عشان يبقى الموضوع منظم يبقى فيه مساواه مطالب ان هو يجد البديل، الكاهن البديل. يعني انت عارف اللي شبه ده بالظبط اللي انت بتحكيه ده، بس ملوش دعوه بالميول الجنسيه، وموضوع الابورش، موضوع الاجهاض. الاجهاض في كل دلوقتي يعني متعارف عليه ان هو اختيار الام، والام هي اللي بتختار ودلوقتي بتوفرها التامين الصحي بيوفره للامهات يعني عندنا. ولكن مش كل الدكاتره بيحبوا يعملوا ده او شايفين ان ده اوكي معاهم، فهو من حق الدكتور ان هو يقول لا انا مش هقدر اعمل الموضوع ده، ولكن انا هحولك لدكتور تاني، الدكتور التاني ده يقدر يعمل الموضوع ده او ما عندوش مشكله يعمل الموضوع ده. نفس الكلام على موضوع الموت الرحيم وحاجه بالضبط حاجه شبه اللي انت بتحكيه. في دكاتره ولكن السيستم بيقول ان دي حاجه ما فيهاش تعارض مع الاخلاق، وبالتالي هنوفرها بس مش لازم يكون بنجبر الشخص ده شخص معين ان هو يعملها. بالظبط يا فادي، وهو اعتقد ده صمام امان يطمن الناس اللي هي خايفه من فكره الاجبار او فكره ان في فرض حاجات على الاطفال او المهاجرين او ان حتى الدوله وهي بتطبق او بتقول ان دي حاجه من حق كل الناس او من حق كل الستات او من حق كل البشر، ولكنها حتى الدكتور او المقدم الخدمه ما بتجبروش ان هو يعمل كده. فاذا كان مقدم الخدمه سواء بقى كاهن او طبيب او زي ما انت بتقول او كده، اذا كان مقدم الخدمه نفسه غير مجبر انه يعمل الموضوع ده، هتجبر الشخص نفسه العادي ان هو يتبنى ميول معينه او يتبنى اجندات معينه او يتبنى افكار معينه؟ ما اعتقدش ان الاثنين دول ينطبقوا مع بعض. تمام، اشكرك يا وسيم، ما اعرفش عندك حاجه تانية عايز تقولها ولا لا، بس انا اعتقد ان احنا غطينا الموضوع بشكل كبير. اخر حاجه ادي بس في السلايد الاخيره، حابب بس اوري الناس حاجه، هي في مبادره قديمة، دي مش جديدة، مكتوبة 30-40 لغة من ضمنها بالعربي، مبادرة اسمها الناس يولدون أحرارا ومتساويين. دي مبادرة طالعة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة طبعا،
بتشرح كل اللي احنا قلناه ده بتفاصيل مملة، تاريخ الموضوع كله، الابحاث اللي اتعملت علشان خاطر نوصل للريزلتس دي، القوانين او الريكومنديشنز التوصيات اللي بتوصي بيها المفاوضات الساميه لحقوق الانسان ان الدول تتبنى قوانين معينه لضمان حقوق وضمان حريات الفئات المستضعفه او الفئات القليله اللي من ضمنها الاشخاص ذوي الهويات الجندريه المختلفه او اصحاب الميول الجنسيه المختلفه. انا يعني بكل بساطه يعني اللي عنده بس حابب انه يعرف اكتر ومكتوب بالعربي ومكتوبه بلغه سهله جدا، ادخل على السايت بتاع الامم المتحده، اختار اللغه العربيه ويكتب اي كي وورد من العنوان ده، هيطلع لك الملف كله موجود بي دي اف، موجود وورد، موجود كل حاجه، وموجود باللغه العربيه بالفارسيه بكل اللغات اللي انتوا عايزاها. بس اقروا افهموا يعني حتى لو انت مش عايز تقتنع بده ومش عايز تتبنى اي حاجه من دي، بس لو عايز تعرف اكتر الناس دي بنت الافكار بتاعتها على ايه، علشان خاطر بس ما يبقاش الواحد يعني عايز اقول ايه، ما نبقاش بس وان سايتد يعني، يبقى بس نشوف الناس التانية بتفكر ازاي، وفي النهايه ادوبت وات يو وونت يعني، او خد السلوك الفكري بتاعك زي ما انت عايز، بس اعرف الناس التانية بتفكر ازاي. انا عايز اختم، ما عرفت عندك حاجه زياده عايز تقولها ولا لا؟ تمام. انا عايز اختم بنقطتين. النقطه الاولى ان احنا كبشر بنستسهل الباينري سيستم. الباينري سيستم بيقول واحد صح واحد غلط، واحد ابيض واحد اسود. ده سهل، لان انا سهل قوي، لان انا لو انا رايي كويس، لو انا رايي شايفه صح، يبقى اكيد اي حد مختلف معايا غلط. لو واحد شايف ابيض يبقى الثاني يبقى غيره شرير، واحد كويس واحد شرير. وده بالنسبه للمخ البشري اللي هو مهما كان متطور هو اسهل في الاستيعاب. ولكن الطبيعه بتعلمنا ان الحياه مستحيل تكون ثنائيه في اي شكل من الاشكال، ولا في الجنس ولا في اللون ولا في المخ ولا في الطول ولا في العرض ولا في الوزن. مفيش اي حاجه في الطبيعه ثنائيه، يعني مفيش حاجه اسمها ابيض واسود مثلا، في حاجه اسمها واحد ابيض، والابيض ده درجات والاسود ده درجات، ومستحيل تقول ده اسود قوي، ويعني هنحددها ازاي. ونفس الكلام في اي حاجه من مناحي الطبيعه، واي حاجه طالما قوانين الطبيعه بتسمح بيها فهي طبيعيه، بغض النظر عن انت معتاد عليها او مش معتاد عليها. يعني لو لقيت واحد بيعرف يكتب برجله، هل هتقول ان هو مش طبيعي ان احنا نستخدم رجلنا في الكتابه؟ مش معتاد، بس في ناس عرفت تديفلوب المهاره دي وعرفت تستخدم رجليها لسبب من الاسباب. يعني في ناس فعلا ايديها مقطوعه فاستخدمت رجليها انها بتطبخ بيها، بت 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 بتكتب بيها، بتعمل اعمال احنا ما نعرفش نعملها برجلين. هل ده معناه ان هي حاجه غلط؟ لا، ده معناه ان هي طالما قوانين الطبيعه بتسمح بيها خلاص هي طبيعيه. ونفس الكلام ينطبق على الميول الجنسيه والهويه الجنسيه. دي النقطه الاولانيه اللي انا اتعلمتها لما قريت، وتعلمتها لما شفت الطبيعه، ومش محتاج بقى ان انا كل مره اقعد تقول لي هات لي الدليل. يا حبيبي خلاص احنا عرفنا الكونسبت ان الدنيا مش ابيض واسود، الدنيا كلها مش 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 حاجه من اتنين. مش فلما تلاقي حد بيقول انا عندي حاجه مختلفه، افتكر دايما ان الطبيعه هو ده العادي بتاع الطبيعه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو إن أنا طالما مش عارف ما ينفعش أحكم على حد بأي حاجة. أنا يمكن إحنا كتير قوي اكتشفنا إن إحنا تعلمنا حاجات وبعد كده مع الوقت بنكتشف إنها غلط. يعني في ناس كانوا بيضربوا عيالهم علشان يأدبوهم، إحنا النهاردة عارفين إن الضرب ده حاجة غلط وبتأذي نفسية الأطفال. انت المفروض كبني ادم بعد ما وصلنا للكم الهائل من المعلومات اللي احنا معترفين ان هو ستيل في نواقص مش كامل، وعن عمرنا هنوصل للابسولوت تروث او الحقيقه المطلقه، دي حاجه كلنا عارفينها، ولكن احنا بنحاول نقرب من
من المعلومات اللي حوالينا ان احنا نقلل من الجادجمنت اللي عندنا، ان احنا نحاول ان احنا ما نحكمش، خاصه ان احنا باللي انت بتقوله من اللي انت عرضته، اغلب مش اغلب تقريبا كل حاجه في حياتنا احنا ما اخترناهاش، ولا اخترت الجينات بتاعتك، ولا اخترت البيولوجي بتاعك، ولا اخترت الانفايرمنت اللي تعيش فيها، ولا اخترت اي حاجه من ولا الزمن اللي انت هتتولد فيه، وبالتالي انت متاثر بحاجات سواء نيتشر او نيرتشر، حاجات انت اتولدت بيها او حاجات اتاثرت بيها، والاثنين خارج سيطرتك وخارج تحكمك. فاي حاجه بتشوفها اعذر الناس الاول قبل ما تقول الناس دي وحشه او الناس دي شريره او الناس دي معرفش ايه. في فعلا نماذج لحاجات مؤذيه، ولكن في رايي النماذج المؤذيه دي نماذج برضو تستحق الشفقه مننا، وان احنا نحاول ان احنا نصلحها لو هي مؤذيه، ولو مش عارفين نصلحها نحافظ عليهم في مكان ما يأذوش فيه حد. ولكن لازم نبقى في نفس الوقت عارفين ان في ناس غصب عنها بيبقى بتعمل خارج، زي مثلا السايكوباث. السايكوباث ده راجل اتولد مش قادر ما عندوش احساس بالتعاطف، فممكن يعمل حاجه مؤذيه لحد وهو مش حاسس بالجلد، باحساس الذنب. انا عارف ان هو مؤذي، ودوري كمجتمع ان انا احاول اضمن ان الشخص ده مش هيأذي المجتمع، بس في نفس الوقت انا من جواه لازم ابقى عارف ان هو ضحيه قبل ما يكون جاني، وما احكمش عليه وما بقاش قاسي عليه، لان هو ما اختارش ان هو بقى سايكوباث او سوسيوباث. الاثنين شبه بعض، واحد اتولد كده واحد البيئه عملته كده. وهو ده اللي انا عايز اقوله يا جماعه، احنا الهدف ان احنا نعذر بعض ونحاول نتحكم في الجزء اللي نقدر عليه وهو الجزء البيئي، ان احنا نحاول نوفر حياه افضل للناس، بحيث ان احنا نعرف نطلع الافضل اللي عند كل واحد. لان احنا لما بنصعب الحياه على الناس بنزود التروماز، بنزود الاعباء النفسيه، بنزود الضغوط النفسيه على الانسان، وبالتالي بنطلع اسوأ ما فيه. فاحنا لو احنا ملناش تحكم على الجينات، انا ما اقدرش اقول انا عايز امرر الجين الفلاني ومش عايز امرره، مش ما فيه، دي مش في ايدي. فانا اللي في ايدي كمجتمع ان احنا نحاول نساعد في بناء مجتمع يوفر الافضل ما يمكن للافراد وللجماعات، بحيث ان احنا نطلع الحلو اللي جوانا، لان احنا جوانا بكل حاجه، بيقول لنا الصفات الوحشه والصفات الكويسه. فعلى الاقل الحاجه اللي نقدر نعملها ان احنا نوفر مجتمع افضل للناس، بحيث ان احنا ندي فرصه اكبر للحاجات الكويسه اللي جوانا انها تخرج، ويبقى مجتمعاتنا مجتمعات اكثر صحيه واكثر انسانيه. بس دول الكلمتين اللي انا كنت عايز. ولو انت عندك اي تعليق يا وسيم، اشكرك جدا على المعلومات الهائله اللي انت قلتها، واسلوبك العظيم اللي انا افتقده، واتمنى ان انا اعرف اتعلمه منك. وعايز اقول لك ان ناس كتيره بتسالني هو وسيم ما بيعملش معاك فيديوهات كتير ليه، لان هم فعلا بيحبوا اسلوبك وبيحبوا المعلومات اللي انت بتقولها. وانا بقول لهم انا تحت امر وسيم اي وقت، هو الوقت اللي هو يبقى فاضي فيه وعنده اي موضوع عايز يتكلم فيه، فهو يعني ينور القناه المتواضعه بتاعتي. عارف ان هو مشغول اغلب الوقت، فعشان كده هو مقل في الفيديوهات، ولكن لما بيلاقي فرصه ان هو يطلع ويقول اللي عنده هو ما بيتاخرش الحقيقه. واشكرك مره تانية يا وسيم، واشكر كل اللي بيتفرج علينا. انا عارف ان الحلقه طويله، ولكن هي فعلا تستحق ان احنا نتكلم فيها بالتفاصيل دي، لانها موضوع انا اعتقد ان هو مهم ان احنا نتعلمه ونفهمه، حتى لو احنا مش فاهمين كل المعلومات الطبيه. انا لا ادعي ان انا فاهم زي وسيم في الجزء الطبي، ولكن انا فاهم الملخص. الحياه مش ثنائيه، الحياه فيها دايفرستي كتير، في حاجات اتعودنا عليها، مش معنى ان اي حاجه اتعودناش عليها انها تبقى مضره او غلط او مش طبيعيه، بالعكس غالبا طبيعيه، وفي اغلب الاحوال مش مضره،
ولو مضره احنا محتاجين نتعامل معاها بحيث ان احنا نقلل الضرر بتاعها على الافراد، ونحاول نحافظ على ادميه وانسانيه اي شخص احنا مش متعودين عليه. وانا بدعم فكره ان احنا لازم نعتاد على النماذج غير المعتاده علشان نتعامل معاها بشكل طبيعي، لان احنا لو بنخبي يعني مثلا انا هتكلم على اللقبات لان انا واحد من اللقبات. فكره ان انت كل الاعمال السينمائيه او الفنيه ما يبقاش فيها واحد قبطي وكل الاعمال الفنيه دي كلها فيها مسلمين، انت كواحد بتتفرج هتفتكر ان المجتمع كله مسلمين ومفيش مسيحيين، وهيبقى عندك افتراض ان المسيحيين دول ناس منبوذه او ناس فيهم مشكله، لدرجه ان لما تلاقي واحد بيتعامل مع مسيحي لاول مره يقول لك ده مسيحي بس كويس. مسيحي بس كويس ده ما هو اغلب المسيحيين كويسين واغلب الناس كويسين، بس انت عشان ما بتتعاملش معاهم ما بتشوفهمش تعاملاتك معاهم ضعيفه جدا، فانت متخيل ان هم ناس وحشه او ناس مؤذيه، وهو الحقيقه مش ده الحقيقه. فانا اتمنى ان حتى الاعمال الفنيه المصريه او العربيه تجيب النماذج المختلفه، لازم يبقى فيه نموذج قبطي، نموذج بهائي، نموذج لا ديني، بحيث ان احنا نتعود على الناس دي ونتعود على وجودهم في الحياه. لان انت لو بتحاول تتجاهلهم وتقول ان هم مش موجودين هيفضل دايما في حاله نفور او حاله قلق منهم او حاله خوف منهم. وهو ده الفرق الكبير بين المجتمعات المتحضره الحديثه اللي عايزه تحقق حياه افضل لكل الناس انكلودنج الاقليات، والمجتمعات اللي لسه بتفضل الاغلبيه ولا تهتم ولا تكترث بالاقليات. اسف للاطاله بس انا كنت حابب ان انا اقول الكلمتين دول اللي بحاول اقولهم كتير ومش هفضل ابطل اقولهم، لان هم في الاخر لو انا في حاجه مفيده عايزين نوصلها للناس هو ان احنا نفهم اهميه الاهتمام بالاقليات، لان ده بيدي قوه اكتر للمجتمع. لما المجتمع يبقى فيه تنوع ده بيدي قوه اكتر للمجتمع، فهو في مصلحه المجتمع في النهايه مش حاجه مصدر للضعف او حاجه. فكره اننا كلنا حاجه واحده دي فكره قديمه وعبيطه. الفكره في التنوع وازاي نعرف نمانج التنوع ده بيننا. مش كل الناس هيطلعوا دكاتره، مش كل الناس هيطلعوا مهندسين، الصوابع الايد الواحده مش لازم كلها تبقى نفس الحجم ونفس الضوء. فالطبيعي ان انت تتعايش وتتعامل وتبقى فاهم ان الاختلاف مصدر قوه مش مصدر ضعف. اشكرك يا وسيم مره ثانيه، واشكر كل اللي قلنا على كلامنا الكتير ده، ونشوفك مره ثانيه قريب في موضوع ثاني. دايما يور اولويز ويلكم. بالعكس يعني انت بتثري القناه بكلامك وافكارك، يعني اشكرك مره ثانيه. انا مش هقدر ابطل الشكر يعني، فميرسي جدا مره ثانيه، ونشوفك على خير، ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي.